من ضرورة ألا تكون الوظائف العامة والعليا في الدولة حكرا على مجموعات جديدة أو محددة. عفوا. والتقى رئيس الوزراء يوم الأربعاء بوفد الحركة الشعبية شمال جناح عقار برئاسة عرمان، وأعلن في تصريح صحفي دعم الحركة للحكومة الانتقالية الذي يأتي على أساس البرنامج الذي وضعته الثورة السودانية، وهو برنامج الحرية والسلام والعدالة. وأكد عرمان حرص الحركة على شراكة منتجة من أجل السلام والطعام والمواطنة بلا تمييز، مبينا أن الشراكة المنتجة تشمل الجميع بما فيه مجلس السيادة والوزراء والشارع السوداني الذي يعد أساس الثورة وقوى الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح. وأشار إلى أن اللقاء تناول معاناة الناس والقضايا الاقتصادية وقضايا النازحين واللاجئين، وأن يكون السلام بمشاركة الجميع. قال عرمان إن اللقاء أمن على إنجاح مفاوضات جوبا وأهمية التركيز على القضايا الموضوعية مثل قضايا الأرض والعدالة الانتقالية والترتيبات الأمنية والنازحين واللاجئين، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا وأبدت فيه الحركة التزامها بأن تكون جزءا من شراكة وطنية لبناء سودان جديد لجميع السودانيين. طيب، لقاء عرمان ودكتور عبد الله حمدوك كيف تقرأه؟ أقرأ هو يعني في وفود من عدد من الحركات الآن المشاركة في مفاوضات جوبا، جاءت إلى الخرطوم بحركة منيار كوميناوي وعدد من الحركات لتلمس الواقع ولترتيب الأحوال ولرؤية الواقع. والأخ ياسر عرمان كان أصلا جاء أيام الاعتصام وكان موجود. أنا بفتكر أنها هي بتصب في تعجيل الملف المهم، يعني اللي هو ملف السلام، اللي حتى لو قرينا الخبر بتاع أصدقاء السودان كان طرقوا على أنه كان وضعوا أنه النقطة الأساسية التي ستنقلنا إلى الخطوات الأخرى هي السلام والمؤتمر الدستوري للسودانيين. يعني أنا بفتكر أنها خطوة، حتى حديثه عن عدم تسييس الخدمة المدنية أو الوظائف، صحيح هو زي ما في عهد الإنقاذ الحديث عن تسييس الوظائف فيه زيادة شوية، برضو الآن الحديث عن أنه ناس قحت برضو بيستبدلوا تمكين بتمكين برضو فيه زيادة شوية. لكن هذا لا يمنع أنه نؤيد حديث الأخ عرمان عن أنه الخدمة المدنية يجب مش يقللوا فيها من السياسة، يجب أن تبعد عن السياسة تماما، إنما تلجأ إلى الكفاءة. بعد الكفاءة إذا كان عندك اتجاه سياسي هذا يخصك، يعني طيب. لإصلاح الخدمة المدنية يعني. طيب، خاصة أن الفترة الانتقالية المحددة لها ثلاث سنوات، ومن بعدها تأتي حكومة ديمقراطية منتخبة من الشعب السوداني، ويعني عندما تم تكوين هياكل الحكومة الانتقالية كانت على مبدأ الكفاءة وليس إلا. طيب، لو تحدثنا عن لقاء عرمان مع دكتور عبد الله حمدوك لإنجاح عملية المفاوضات الآن التي تجري في جوبا، يعني هل من هنالك تنازلات حتى نمضي سريعا لا يتم التأجيل مرة تلو الأخرى؟ والله ما يعني حتى الآن لم يرشح تفاصيل من جوبا، لكن لا أظن أنه أمس كان استمعنا لخطاب الأخ عبد العزيز الحلو، وكان خطاب يعني محفز ومبشر جدا جدا عن أنه ليست هناك قضايا الآن حتى توقعد بالسودانيين عن بناء وطن. حتى القضايا التي كان يتمترس حولها الكثير من الحركات المسلحة هي قضايا الآن حسمت أصلا بالتغيير السياسي اللي حصل في السودان عن حقوق الإنسان والمواطنة وغيرها من الأشياء. أنا بفتكر أنه يعني نستبشر خير في المفاوضات التي تجري في جوبا يعني. لكن أستاذ الشيخ كان عنده إشارة قبل أن نذهب للخبر الآخر على أهمية نلتمس قضايا النازحين واللاجئين الذين عادوا إلى مناطقهم طواعية، سواء كان من خارج السودان من تشادة والدول المجاورة أو الموجودين الآن في معسكرات اللجوء. يعني معالجة جذور المشكلة الرئيسة للسلام يجب أن تبدأ من الذين عانوا من الحرب، يعني برضو ما الدور اللي ممكن تقوم به الحكومة الانتقالية خاصة مع الحركات الكفاح المسلحة حتى أن يصلوا لهم ويشركون في عملية المفاوضات؟ هي الحكومة من جانب الآن بدأت أصلا يعني أوردي بدأت في إعداد لجانة المختصة، لأنه أصلا هي الخصوصية اللي جات للجبهة الثورية أو حركات الكفاح المسلح جات من وين؟ ما هي حركات ساهمت في التغيير اللي حصل في الخرطوم وفي الاعتصام اللي حصل قدام القيادة العامة وساهمت فيه، يعني كان ممكن تنخرط في الموضوع. لكن في ثلاثة أشياء ذكرت الآن في الخبر: الترتيبات العسكرية والأمنية والنازحين واللاجئين. أنا بفتكر أنه في الحكومة أوردي جهزت لجان وفي انتظار مخرجات السلام ومفوضية
السلام التي ستنشأ، مفوضية السلام ستنشأ لمتابعة تفاصيل إعادة اللاجئين وتوطينهم وإعادة المناطق الأمن للمناطق التي كانت تشهد اضطرابات، وزي ما قلت أنت يعني حل المشكلة من جذورة من أساسها. طيب.